السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، عيدكم مبارك سعيد بالصحة والسلامة. بهذه المناسبة جيت نشارك معكم واحد الحلوة اللي كتجي هشيشة وكتذوب في الفم، ديال الكاوكاو. كتجي رائعة في المذاق شكلا ومضمونا. نخليكم مع المقادير والطريقة ديال التحضير بالتفاصيل. اذا بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوهم، عندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو محمر ومقشر ومطحون، وهنايا عندي طحين. بالنسبه للطحين راه على حسب يعني الخليط. وهنايا عندي واحد القبيصه ديال الملحه، هنا عندي واحد الخنيشه ديال سكر فاني، وهنايا عندي راس معلقه ديال خميره ديال الحلوه، وهنايا كاس معمرش ديال الزيت كيف ما كتشوفوا ناقص شويه. وبالنسبه للسكر كلاصي عندي هنايا على حسب كل واحد كيدير القياس اللي بغا. انا هنا عندي كاس معمرش ديال الطحين، يعني كاس لاروب ديال العنبه ديال السكر كلاصي، وواحد شويه ديال القرنفل مطحون، واحد شويه قبيصه ديال القرنفل. وهنايا عندي معلقه كبيره ديال القرفه وشويه ديال الكوزه. ودابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. دان غادي نبداو الطريقه ديال التحضير. هنايا درنا الكاوكاو، غادي نزيدو عليه السكر، ومن بعد غادي نضيفو القرفه، وهنايا واحد شويه ديال القرنفل، يعني واحد راس معلقه ديال القرنفل، وهنايا سكر فاني. دونك هنايا حنا كنديرو كلشي مع بعضو، وغادي نضيفو واحد القبيصه ديال الملحه، من بعد غادي نحكو شويه ديال الكوزه، الكوزه غير شويه. دابا غادي نحاولو نخلطو كلشي. بالنسبه للسكر كلاصي راه درنا غير نص كاس ديال السكر كلاصي، حيتاش خصنا نديرو الحساب بلي راه غادي نزيدو نفندوها في السكر كلاصي في الاخر ملي كطيب، يعني ما غاديش نديرو بزاف ديال السكر. غادي نضيفو الزيت، وغادي نعجنو كلشي. غادي نضيفو الخميرة، وغادي نبداو نضيفو الدقيق بشوية بشوية، يعني الخليط على حسب اللي غيهز لينا ديال الدقيق. من بعد غادي نوريكم القوام ديالو كيفاش خصو يكون. تحبير الكاوكاو جاني مبهج زوين، تبارك الله عليك خديجة. اذا شوفوا معايا يعني القوام ديال العجينه، هي تعجنات، باقي خصنا نزيدو الدقيق، غنزيدو مازال شويه ديال الدقيق. ها هو القوام ديالو كيفاش تيكون كيف ما كتشوفوا، ها هي يعني كتكون كتجمع العجينه بحال هكذا باينه. يعني دابا غادي ندوزو نكوروها ياك، ولا نخليوها ترتاح؟ لا غادي نقطع بالقطع. اذا كيف ما كتشوفوا درت هنايا واحد جوج بلاستيكات، وما بيناتهم درت هاد لاباط ديالي، وكندلكوهم حتى كيكون عندنا السمك اللي بغينا، يعني خصها تجي شويه غليظه ما تجيش رقيقه بزاف. هانتوما السمك كما كتشوفوا، فوالا قد هكا تقريبا واحد سنتيم ولا شويه اكثر. صافي، وغادي ناخذ القطاعه، هاد القطاعه هذه من هاد الجهه، غادي نقطعو بهاد الجهه، غادي اللي حاسبية اللي حاسبية. يلا
كنقطعوهم على هذا الشكل هذا باش يجيونا صغيورين وزيونين. وكل واحد كيتحكم في الحجم اللي بغا، ولكن من الاحسن هكذا صغار كيجيو زوينين باش حتى في الطياب ما كيتهرسوش. حنا جمعنا العجينه عاوتاني مره ثانيه، دونك غادي نبداو هكذا غنكملوها على هذه الطريقه هذه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. هادو ديجا استفناهم وغادي نكملوا ونعاودوا نرجعوا معكم. الكميه كامله ديال هكذا الحلوه ديال الكاوكاو كملناها، دابا غادي نديروها تطيب في الفران. غير واحد الملاحظه بالنسبه للناس اللي تيبغيو هكذا طريفات ديال الكاوكاو، راه النص كان ملي كنطحن الكاوكاو كنخلي واحد الكميه صغيره كنخليها كنهرمشها كتكون باقا باينه، يعني كيف ما كتشوفوا هاد الطريفات هادو، يعني خلينا واحد شويه ديال الكاوكاو هكذا مهرمش باش يجي باين في الحلوه. اللي ما بغاش راه يقدر يطحن كل شيء طقه واحده. الحلوه ديالنا ها هي خرجناها من الفران كتجي على هذا الشكل هذا، خليناها حتى بردات. هانتوما كتجي هشيشه ملي كتكون في هذا اللون هذا، يعني كتكون صافي طابت. هانتوما صافي. دابا غادي ندوزو للتزيين. التزيين غادي نحتاجو هنايا السكر كلاصي، وغادي نحتاجو لهاد لي كاسيت اولا الكويرطات اللي اختاريناهم هكذا باش نحطوهم فيها. فوالا كتجي بحال هاد الشكل هذا، وغادي نحطوها في البلاطو ديالنا. غادي نستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا الحلوه كامله اللي عندنا، وغادي نستوها في البلاطو، وغادي هكذا ديك الساعات نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه. غير واحد الملاحظه بالنسبه لهاد لي كيسيت او هاد الكويرطات تيكونوا صغار، ما غاديش يجيونا قد يعني الحلوه اللي عندنا، والطريقه اللي كندير باش يجيونا يعني حدهم قدهم كناخذوا هاد الكويرطات هادو كنبداو نوسعوهم شويه. ها هي الطريقه كنديروا ليهم بهاد الطريقه هادي. هانتوما كيفاش كتشوفوا، كيف ما كتشوفوا كنبداو نهرسوهم شويه بحال كنوسعوهم. عرفتوش كتبان لكم الطريقه ولا لا؟ هانتوما شتيو. دابا شوفوا الفرق ما بين هادي وهادي، يعني كنحاولوا نوسعوا لتحت باش كتجينا نيشان قد الحلوه. هكذا الفيديو كيوصل النهاية ديالو، كنقول لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله مع فكره جديده او لوصفه جديده. كنقول لكم السلام عليكم وعواشر مبروكه.